نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز للرجل أن يذهب إلى ساحر ليعرف هل هو مسحور أم لا؟ ولو قابل ساحرا ولم يقصد الذهاب إليه وأخبره أنه مسحور، هل يصدقه أم لا؟ أولا، السحر لا شك أن له أثرا في الإنسان، أثرا في العقل، وأثرا في البدن، وأثرا في الإحساس. ولهذا لما ألقى السحرة سحرهم أمام موسى عليه الصلاة والسلام، كان يخيل إليه من سحرهم أن هذه الحبال والعصي تسعى، يعني أنها تمشي وتركض. فالسحر لا شك أن له تأثير، ولكن لا ينبغي أن يكون الإنسان سريع التوهم، فكلما أصابه من شيء قال إنه سحر، حتى إن بعض الناس يزكم فيقول هذا الزكام سحر، وهذا خطأ. لكن على كل حال، إذا تبين أثر السحر على الإنسان بأثر ظاهر، فقال له فصادفه ساحر وقال إنك مسحور، فلا يعتمد على قول هذا الساحر، ولكن يعتمد على ما في على ما حصل له من آثار السحر، ويكون قول الساحر يكون هذا قوله مؤيداً.